عدد من الصحف المحلية في البحرين أماطت اللثام عن تقديم جمعية الوفاق الوطني طعنا في الحكم الذي أصدرته محكمة خليفية بحلها في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد أن ظل هذا الطعن طي الكتمان لمدة وعلى العكس مما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات. كشف أثار عددا من علامات الاستفهام حول مستقبل الجمعية في ظل تغيب أمينها العام الشيخ علي سلمان في السجون. هذا اللجوء إلى المحاكم الخليفية والذي وصف بالمذل وجه ضربة لكل ضحايا تلك المحاكم القرقوشية التي تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة وفقا لتقارير العديد من المنظمات الحقوقية، وظهر ذلك جليا عبر إصدار قرار حل الجمعية ودون حضور أي من محاميها، وعبر سلسلة الأحكام التعسفية التي صدرت بحق رموزها وخاصة الشيخ علي سلمان. سنلاحقكم لأنكم ارتكبتم ما تستحقون الملاحقة عليه هنا وخارج البحرين. ويأتي هذا القرار أيضا في ظل الاعتقالات والأحكام الجائرة التي طالت عددا من المعتصمين عند منزل آية الله الشيخ أحمد قاسم بالدراز، وفي مقدمة هؤلاء السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي المنحل. فهذه المحكمة محكمة باطلة دستوريا وشرعيا، وهي بائسة لا قيمة لها ولا أساس لها ولا اعتبار لها أبدا. هذا اللجوء إلى هذه المحاكم الظالمة يعكس محاولة تيار داخل الجمعية لمد الجسور مع النظام القائم والتخلي عن نهج الشيخ علي سلمان وترك آية الله قاسم يلاقي مصيره بعد أن خذلته بعض القيادات التي طالما تبجحت بالسير على نهجه. إن هذا التوجه يأتي تتويجا لجهود النظام الخليفي المحمومة لتطويع جمعية الوفاق، وخاصة بعد أن فشلت محاولته السابقة في اختراق الجسم الشيعي عبر بعض المجموعات التي أريد لها أن تؤدي دور حصان طروادة. لكن هذا الانحراف عن نهج الشيخ علي سلمان وعن خط آية الله قاسم لن يكتب له النجاح، لأن المرابطين أمام منزل الشيخ والمتمسكين بثوابت الثورة في هذا الجمهور العريض لن يسمحوا باختطاف الجمعية وتحويلها إلى أداة لإضفاء الشرعية على نظام فاقد لها. الشعب قد قرر صادقا جازما ألا رجعة له عن مطالبه العادلة، ولا يوقفه عنها شيء بإذن الله، كثر صديقه أو عدوه، قصر المدى أو طال، كان العالم معه أو عليه، معنا الله.